الفقرة التالية هي تعريف بهذه الفرق الثقافية في المنطقة، فريق خمسة الثقافي التطوعي الذي تأسس في بداية عام 2013، يضم أكثر من 130 متطوع ومتطوعة، يلتزم بتوجيه طاقات الشباب الفكرية والعملية والفنية، ويعمل على توعية المجتمع ثقافيا وصحيا واجتماعيا. له العديد من الفعاليات والأنشطة في المناسبات المختلفة. يتحدث الأستاذ هلال العيسى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحية للأستاذ عبد الله الشايب، وأيضا الأستاذ جعفر الشايب، والأستاذ هدى الناصر للدعوة. طبعا فريق همسات الثقافي فريق تأسس عام 2013. بداية هذا التأسيس كان تنفيذ بعض البازارات للأسر المنتجة. تحولت الفكرة إلى تطوير هذا الفريق إنه يضم أكثر. طبعا حاليا الفريق يضم أكثر من 450 سيدة حاليا. طبعا الفريق يعمل على عدة مجالات متخصصة، كمثال المجال الصحي يضم تقريبا 170 سيدة متخصصة بالتمريض والطب وما إلى ذلك. المجال الفني التشكيلي يضم ما يقارب 250 أيضا فنانة تشكيلية، طبعا من منطقة الأحساء، المطير، الدمام، سيهات، كذلك جدة. ينظم الفريق كذلك أمسيات أدبية يستضيف فيها نخبة من شاعرات المجتمع، كذلك الكاتبات. الهدف من هذا هو توعية المجتمع ثقافيا وصحيا وفنيا. كذلك الفترة الأخيرة الفريق نظم عدة مبادرات إنسانية، منها زيارة المرضى في كافة المستشفيات الحكومية بالأحساء. الهدف منها طبعا الاطمئنان على صحة المريض، تقديم ما بالوسع طبعا من بعض الهدايا والحلويات وما إلى ذلك. الهدف منها طبعا نرفع روح معنويات المريض. كذلك لدينا في الفريق تكريم المتطوعات المتميزات، المتطوعة المتميزة في كل فعالية يتم اختيارها لتكريمها في وقت آخر. نعتني كذلك بمجال أو بفئة الأيتام، لدينا لجنة متخصصة لمتابعة الأيتام خاصة، وعمل لهم دورات تدريبية مجانية طبعا بالتعاون مع جمعية الهلال بالأحساء، جمعية المواساة، بشراكة مجتمعية موقعة طبعا رسميا. وكذلك تم قبل شهرين تقريبا توقيع شراكة مع دار الأيتام بالأحساء. طبعا كذلك نوجه بلغة التطوع وثقافة التطوع وما هو التطوع، لأن هناك للأسف عدد كثيرة وليس قليل من يستغل التطوع أو من يستغل المتطوعات في أعمال ربحية. التطوع له مساراته، له مجالاته، ممكن الشيخ محمد يكون أفضل مني في مجال يعني في هذا المجال كتطوع، لأن هناك طبعا بسبب الانفتاح حاليا بالمنطقة أو بالمملكة العربية السعودية بالفعاليات الترفيهية وغيرها هناك ربحية، فيجب أن نفرق بين التطوع وبين الفعالية الربحية. في نظري أنا طبعا التطوع هو ما يكون في مجال الأيتام، المحتاجين، المرضى، الفقراء وما إلى ذلك. أما الفعاليات الربحية هي تنظيمية وليس تطوعية مقابل شهادة، لا، لابد نحن نفرق. الفريق طبعا يتطلع لتعميق روح العمل التطوعي باعتباره قيمة إيجابية لبناء المواطن الصالح. ليس هدفنا فقط متطوعة أو متطوع يقف بالبطاقة، لا طبعا.
انت كمتطوع او متطوع شنو دورك؟ ثقافة التطوع لدى متطوع ما هي؟ هل اقف فقط معلش على الكلمة اقف بما نسميه ديكور منظر لفت انتباه الناس خصوصا الفتيات؟ لان الفتيات عندنا عدد كبير جالسين يقبلوا على الفعاليات بالنوعين التطوعية والربحية التنظيمية. يعني كأب او كمسؤول او كزوج لابد توجه اهلك التوجه الصحيح في التطوع، ان تتابع كذلك بسبب الانفتاح الزائد وما يحدث في بعض الفعاليات من سلبيات للأسف. طبعا تقريبا هو هذا طريق همسات الثقافي، طريق تطوعي ليس ربحي يهدف لخدمة المجتمع في عدة مجالات. كذلك يقوم بالمعارض الفنية التشكيلية. في شهر محرم أقام في مجلس الرضا بسهات أمسية أدبية باستضافة 7 شاعرات من منطقة القطيف. كان بسهات يوم 13 محرم. الأسبوع القادم أيضا سيكون لدينا أمسية أدبية ثقافية بعنوان سيد البشرية بالهجوم إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ستكون أيضا في منطقة الأحساء. طبعا الفريق موجود في القطيف، نخبة من السيدات أيضا بالدمام. طبعا الفريق النسائي 90% هو نسائي كمعلومة. يعني نستقبل طبعا الشباب حسب حاجتنا لكل فعالية. مع ذلك أشكر منتدى الثلاثاء لهذه الاستضافة. شكرا لك أستاذ.